اكتفاء بالموروث الثقافي لمنطقة الفقيه بن صالح، انطلقت فعالية الدورة 16 لمهرجان ألف فرس وفرس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال طبق فني وفرجوي ممتع. وتشكل هذه التظاهرة السنوية مناسبة لإبراز ما تزخر به المنطقة من ثروات طبيعية وثقافية ومؤهلات فلاحية وتنموية، ذلك من خلال تنظيم معرض المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاحتفاء بتراث الفروسية التقليدية تبوريدا في بعده الثقافي والفني، فضلا عن العديد من الأنشطة الموازية كالمسابقات الفنية والرياضية والأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والتضامني. فكما تعرفون هذه السنة هذه الطبعة هذه كتعرف واحد تميز أنها بدأت تقريبا هذه شهرين، وهي أنشطة ثقافية ورياضية سواء على مستوى المسرح أو على مستوى الغناء أو على مستوى الاجتماعي كذلك، بحيث شهدت ختان 600 طفل تقريبا، وهي مستمرة الحمد لله. ستتوج بألعاب الفروسية وبالماراثون السباق الدولي على الطريق اللي غادي يأطروا السيد سعيد عويطة البطل العالمي. ف كنقول ان المهرجان الفرس فرس كما قلت ليس في الفرجة فقط، ولكن كذلك مناسبة لإبراز ما تزخر به المدينة والإقليم والجهة من ثروات طبيعية سواء فلاحية او معدنية او بشرية كذلك. من جهته أعرب سفير السنغال بالمغرب عن سعادته لمشاركة بلده كضيف شرف هذه الدورة، مشيدا بالعلاقات التاريخية والدينية العريقة التي تربط السنغال بالمملكة المغربية. وأبرز السفير أن الروابط المتينة التي تجمع المغرب والسنغال تعرف تطورا ملحوظا وقويا بفضل الرؤية الحكيمة لقائدي البلدين والتوجه الإفريقي الذي ما فتئ صاحب الجلالة يوليه أهمية استراتيجية من خلال مساهمة المغرب القوية في التنمية والاستقرار بالقارة الإفريقية.